تنبغي نهني يعني المنتخب الوطني المغربي على هذا الاداء المشرف صراحه. هزوا يعني الروس ديالنا العالي يعني بين الدول العرب ولا الخليجيين ولا الاسيويين ولا العالم كامل. تنبغي نشكرهم من هذا المنبر هذا، وتحيه لجميع اللاعبين. تنتمنى من الله انه يزيد ويعطي، وحنا عارفين وما كاينش لاعب مواعتين، تنقول لهم صبروا معنا وزيدوا صبروا معنا. وهنيئا لكم حتى هذا حتى لهذا الربع النهائي اللي وصلتوا ليه، فصراحه شي حاجه اللي كبيره وغتبقى يعني في التاريخ ان شاء الله يعني في القلوب ديالنا. وشكرا شكرا بزاف، والله يسهل عليكم. وليد خويا سير 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 ان شاء الله تلكوف دي مود ان شاء الله ونديو جماهير. هذه الكلمه الجماهيريه ان شاء الله زيد وحمسوا ان شاء الله اللعابه. وقت ما شفتوهم في شي حاله ضعف ان كاين شي هجمات بحال البرتغال هاجم على المنتخب الوطني، انكم سيفليو انكم فهمتي قلوا داك الضغط على اللاعبين، ديروا الضغط على يعني على المنتخب يعني البرتغالي، وان شاء الله غايقول الخير ان شاء الله. ربي كبير وان شاء الله ما غيخيبناش.